السلام عليكم. السلام عليكم. بشوف كثير في قتال شوارع بيكونوا مثلا اثنين بتعاركوا، فبيجي واحد بمسك رجل الثاني بهذا الشكل وبرفعها وبصير يسحب او برفع لفوق زياده، الثاني شوف لو ضربني اوب دخلت وقعد. هذا لو فكر الشخص الاخر بالقتال شوارع رفع هون، هذا بصير يحاول يتوازن، بصير يتحول ويخلص رجله، مع انه لو لبس بيجيب لي في الارض صح. طيب رمي او المسكه هاي هل هي مفيده؟ هذا اللي راح تشوفوه كيف اداؤه المميز، يعني حتى والكابتن قوته الكبيره في الارض ثبت نفسه حقدر ارميه. ولم يثن عزمك عجز الثقى، وصار شعارك ربي رضاك. طيب انا حدخلها بشكل واقعي شوي، تمام؟ دفاعي حيبدا هو في اللكمات، انا دفاعي هون واحد كوعي بتحرك 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 على اساس ادافع، لانه اغلب اللي في القتال الشوارع ما بلعب ابركات وهوك وكذا، ايوه عشوائي وبركز على الوجه على مكان النظر. أيوة. يعني ما حدا مثلا بنزل تحت مثلا واحد بلعبها بفنيه، اوكي؟ طيب بهمني اني اوصل عند خصمي من هون، مجرد ما انا وصلت لهون الخصم مباشره بتحول النقطه الثانيه ايش؟ يمسك زي يمسك. طيب لو ما مسك ظلوا على اللكمات، اضرب لكمات، لكمات حتكون ضعيفه لان مسافه الاداء ضعيفه، اوكي؟ مسافه الضربه ضعيفه والاغلب مش متدرب عليها، فمن هون حنزل واحد وارمي، نسويها كامل، يا روح ها واحد اثنين انزل هون، طلعت بركبتي ضربته هون ضربت هون، ممكن اروح اضرب هيك، تمام؟ طيب شو صار في الـ في الـ في الرميه؟ الرميه ممكن انت شايفها عاديه، ثبت جسمك ثبت 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 ثقل نفسك على الاخر. طبعا ما شاء الله المدرب كمال اسام كابتن محمد، فيعني قوته اضعافي كقوه عضليه في الدفع في السحب الى اخره، ثبت حالك سهل. شوف سكت وقع غصب عنه وقع، والله ما اقدر. ايوه احنا بنشتغل في المخ اكثر، هاي الحركة هي إخلال توازن، الآن توازنه على الرجلين ثنتين، تخيل رفعت واحدة من الرجلين ودفعت الخصر اللي هو مركز التوازن تبعه، دفعت الخصر بقع، شو أنا سويت؟ شوف من هون دافعت 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 وصلت، طبعا أنت دائما لما تتقدم خلي رجل واحدة لقدام، كي؟ ما تتقدم بهذا الشكل، كي؟ مسكت هوب مسكت هون، ماشي؟ واحد، الآن المسافة بدي أسكرها كامل، شوف كتفي؟ سكر المسافة كامل، أنا بس بشد ظهري وبسحب خطوه للخلف، واحد ماشي، بجيبها بشكل حلزوني، يعني مسكت شد ظهري وجبتها بشكل حلزوني، رميه بشكل حلزوني، يعني من هون ما بحاول ادفع لقدام، دفعت لقدام نعم صحيحه بس لكن ممكن حتكون صعبه شوي، انا جريته اعطيت نطحه للخصر، واحد نزول، واحد رميت جبتها بشكل حلزوني، ماشي؟ شوف ظهري مستقيم، واحد نزلته هون، النزول هذا اللي راح يفرق معك مهما كان وزنه مهما كانت قوته راح ترميه. اذا انا لعبت هون واحد اثنين كانك تضرب الجمهور او المشاهد، واحد اثنين ثلاث نزلت واحد، اوكي واحد كتفي شوف دخل على فخذه وسكرت المسافه كامل، تمام انا موسع رجلي ونازل وضعت زي جلسه الحصان على اساس ايش؟ اني اتوازن على الارض، سحب سحب شوف للخلف، هي سحبت هوب واحد هوب، يعني واحد هوب واحد هوب زي قوس، تمام؟ طيب خلي كابتن مجرد ما نزل، طبعا هاي ميزة الرمية هاي كابتن مرة ثانية، بس شوف كيف ميزة الرمية انه انا لو رميت لورا وقع لورا كابتن وقع 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 اوب لبس. ضربني اوب برجله الثانية دوف ضربني، انا جبته لعندي من هون، هاي واحد هوب اثنين نزل قريب بقى قدامك مباشرة، اسهل ايش اني اضرب اقرب نقطة هون بركبتي ضربت، ممكن ادعس بركبتي على صدره تقطع النفس، ممكن اشوط الوجه الى اخره، تمام؟ بس اهم شغله انك دخولك يكون سريع، الاداء يكون سريع، وصل؟ في ناس بقول لك ممكن ما زبطت معي، سكر المسافه، ركز لي على نقطه تسكر المسافه، كتفي على خصره من هون، سكر المسافه كتفك على خصره، واحد اسحب اثنين، اوكي؟ بدها دفعه بسيطه بس وراح يسقط، مفهوم كيف؟ طبعا اذا عندك اي تعليق او اي فكره اخرى حط لي اسفل الفيديو، لايك والاشتراك في القناه، صلوا على الحبيب. السلام عليكم. طبعا المعذره الحراره عندنا مليون فعشان هيك الصحه عشان هيك بنعرقوا بسرعه، يعطيك العافيه، نشوفكم ان شاء الله. لا تنسوا دعم قناتنا عبر حساب باي بال او بالنشر والاعجاب والاشتراك بالقناه لنستمر بتقديم المزيد من المعلومات المهمه حول فنون القتال والدفاع عن النفس.